هل بتعرف إنه في 10 أيام أساسية لازم تتعلمها وتبقى بحياتك لتبني شخصيتك وشخصيتك تكون أفضل؟ 1. حب الاستطلاع curiosity. لاحظ المؤلف ساميول جونسون إنه الفضول هو أكثر الخصائص يلي بتخلي العقل نشيط وذكي، بتخلي التعلم يكون أكثر إثارة وبيؤدي لتفكير أنشط. 2. المرونة resilience. يمكن تكون الحياة صعبة فبدك تتعلم تكون صلب مثل الصخرة، يكون عندك القدرة على التعافي بسرعة من الصعوبات وتعالج مشاكلك بهدوء، دايماً تجرب تلاقي حلول للمشكلة مش تهرب منها. 3. honesty. الصدق هو أنه نتعلم نكون صادقين بكلامنا وبأفعالنا كمان. 4. العطف empathy. من أهم الأيام يلي بتفرج الحب الحقيقي القدرة على فهم مشاعر الآخرين ومشاركتها. 5. self-discipline. الانضباط الذاتي وهي القدرة على التحكم بقدراتك وتصرفاتك رغم مشاعرك المتقلبة وتضلك مركز على الهدف الصحيح. 6. patience. صبر وهي القدرة على تحمل الانتظار أو التأخير من دون الشعور بالغضب أو الحزن، القدرة على التحكم بعواطفك لما تواجه مواقف صعبة. 7. humility. تواضع هو أنه ما نتكبر على غيرنا وخاصة الأضعف منا أم المحتاجين. 8. bravery وهي امتلاك القوة العقلية لمواجهة الخطر أو الخوف أو الصعوبة، هي أنه تكون شجاع يعني تواجه الخوف بشجاعة. 9. contentment هي حالة من السعادة والرضا رغم الظروف اللي حولي، لازم أتعلم أشكر الله على كل شي عندي وكون مبسوط. 10. confidence الثقة يعني الشعور بالثقة بنفسك وبقدراتك، مش بطريقة متعجفة ولكن بطريقة واقعية وآمنة. الثقة هي معرفة داخلية إنك قادر وبتعرف مواهبك وبتشعر بالأمان بدل من عدم الأمان.